سيداتي يعني نساتي سادات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ معاكم محمد زرزق إيجيبشن فيش توك ومحمود درويش. إحنا عندنا لفة النهاردة، رسالة قوية جدا عند الحاج محمد حلمي. لسه نازلة حالا. لسه نازلة. ها بص، لسه سايبين الأكياس أهو، السمك لسه نازل. هنمشي ورا نوع نوع، بس هنبدأ بالأنواع بقى المميزة قوي اللي إحنا جايين عشانها مخصوص. هنلف لفة ونقول لكم التفاصيل كلها، يلا بينا. اول حاجه واللي جاي عشان انا مخصوص، البينك هيد رامريزي. السمكه دي لسه نازله من الكيس. السمكه دي بتبقى لونها ازرق تماما، بلو الكتريك اللي هو الازرق الغامق، وراسها دي بتبقى ذهبي او اورنج. ثانيه واحده نركز عليها، راسها دي بتبقى ذهبي او اورنج. بيفرخوها بره بشكل كبير، وفرخها الى حد ما يعتبر مش صعب، وهنبقى نعمل عنها حلقه مخصوص. انا احد اسباب ان انا جاي اخدها برضو ان انا عايز اعمل عنها حلقه مخصوص، وهنحاول مع انا عايز احاول مع الرمريزي عموما كفكره. يعني سعر 250 جنيه للسمكه الواحده. بالون رمريزي، او يعني الرمريزي الطبيعي، بس لونج فين وبالون او هاف بالون كده، حاجه يعني ايه ما بين البالون والجسم العادي. سعر 200 جنيه. بالون رمريزي، انتوا شايفين المستوى والشكل. البالون رمريزي ده قديم عند محمد شويه، قاعد فما شاء الله الى حد كبير الوانه ملونه، يعني في حاجات لونها ظاهر، في حاجات فيها جولد، وفي حاجات فيها حاجات كتير الوان تانية مختلفة. انت شايف ما شاء الله المستوى. السمكة ب 200 جنيه. كينج تترا، تعمل سرب خطير، وان شاء الله هنجرب منها دي. يعني دي من الحاجات برضو اللي في البلان ان احنا ناخدها دي، هنشتغل معاها برضو، هفرجكم عليها بقى لما تستريح وتهدى، تشوفوا حاجة تانية خالص. الحاجات دي لسه نازلة حالا، في حاجات بتنهك شويه، فان شاء الله المفروض على ما نخلص تصوير على دي تمنتج كل الحاجات دي استريحت. منظر اهو شايفين 75 الواحده عليها واحده. تعمل سكول حلو او قوي، من الحاجات اللي بتعمل سكول قوي فعلا. نيون تترا، حجم كبير، سعرها حلو، هي ب 50 الواحده عليها واحده صح؟ حجمه اهو ده حجمها. بتكلم مثلا ممكن تكون كملت عقلتين اللي حاجات بسيطة يعني. بلو نيون ريمبو فيش، اللي بيحب السمك اللي بيلمع هو بيسميه بلو نيون. زي ما انت شايف لمعة الزرقاء اللي في السمكة، عشان كده اسمها بلو نيون ريمبو فيش. شكلها تحفة طبعا ما شاء الله. بالحجم ده راحت وقفت عشان تتقاس، شكلها جميل ما شاء الله. ب 150 جنيه الواحدة، واحدة عليها واحدة، يعني الواحدة 75، بس انت بتتكلم انت السمك ده كله مفيش حد بياخد منه واحدة. احنا بدأنا بالحاجات الغالية معلش، فايه يعني، لكن ده سعر كويس يعني، 75 ده مش وحش. كاردينال تترا، اللي هي الحاجات الرئيسية بقى اللي لا غنى عنها، هي والرومينوز والحاجات دي. فالكاردينال دايما بتبقى ملكة المشهد، والناس بتشتري منها على طول يعني، محدش بيقاوح مع الكاردينال كتير يعني. السعر 75 جنيه واحدة وعليها واحدة، يعني الاتنين ب 75 جنيه. اونيون جوبي، حاجات المسالمة جدا اللي بتاكل الطحالب، بتاكل الطحالب بشراهة، وسمكة أستاذ الطحالب في فصيلة أو بند أو بيت. الفصيلة بتاعت الجوبي دي جميلة قوي، وحركتها مختلفة من الحاجات اللي بتقعد في الأرض، يعني يعتبر اللي يعرفها يعرف عنها من المالح أكتر مش من العذب. المسالمة قعدتها مع جمبري قبل كده، وإن شاء الله هنجرب منها برضو ونقعدها مع جمبري تاني، نتفرجوا عليها في الحلقات برضو، هتبقى جميلة قوي. بكام يا محمود؟ 150 على
ماشي. 150 واحده وعليها واحده. كويس. ايزي شريمب من النوادر، الحاجات النادره قوي. قبل ما تشتريه لازم تكون عارف الشروط اللي بيقعد فيها، لان الميه بتاعته ليها شروط مخصصه قوي، وكمان ما بياكلش الا طحالب، فعايز حوض فيه طحالب كتير. يفضل ان انت تقرا عنه قبل ما تشتريه. بص ما شاء الله العدد مخصص للمحترفين، لان هو بيحتاج ميه ار او، الميه الار او دي بتضيف لها ملح معين، فقصه يعني. المهم ان هو متاح وسعره 150 جنيه للاثنين. انجل ما شاء الله حجمه حلو محترم. هو في جين الالبينو، ومحمود بيقول لي اسمه بينك، روز بينك، جسمه مدي على بينك كده شويه، ان هو جسمه مدي على بينك. المهم ان هو ده جميل برضو ما شاء الله، وحجمه حلو. الواحده ب 200، الواحده ب 200 جنيه. نو سكر، حاجات اللي بتلزق على الازاز، السمك اللي شكله مميز قوي سبحان الله وغريب، بيقعد في الاحواض المزروعه والحاجات دي. ده حجمه وسعره 200 جنيه واحده وعليها واحده هديه. مهرجان استربي كوريدوراس، يعني ما شاء الله الله اكبر، في عدد ضخم منها. من المعلومات اللي حابب اقولها لكم، كوريدوراس تحب الارض الرمليه اكتر، بلاش ارض خشنه. بيقعدوا في مجاميع مش اقل من 5 6، علشان الناس بتاخد منها 2 3، لا هم مش اقل من 5 6 عشان يحسوا بالامان وياكلوا ويكبروا وتحس ان هم يعني صحتهم كويسه جدا. السعر 150 واحده وعليها واحده، ودول كبار مش صغيرين. مهرجان ما شاء الله باندا كوريدوراس برضو، يعني عدد كبير، وزي ما احنا اتفقنا قلنا نفس المعلومات، ارض رمليه ومش اقل من 5 6، عشان بيمشوا في اسراب زي ما انتم شايفين، وحاضنين بعض كده وخايفين على بعض. يعني احنا لو جربنا ان احنا نعمل حركة كده مثلا، ده اللي بيحصل ما شاء الله. فهما بيبقوا مرتبطين ببعض جدا، عشان كده اوقات ناس بتجيب باندا وتموت او استربية او حاجات، لا هما ليهم شروط وليهم طريقة تعامل كده، مش صعبة، بس تخلي بالك منها عشان تكبر عندك كويس. الاتنين ب 150 جنيه مفاجأة ما شاء الله حلوة. الكوليلوتش سمكة مميزة قوي، شبه التعبان، مخططة جولدن في اسود، مسالمة جدا، بتقعد في الاحواض المزروعة، بتقعد في اي حاجة. سمكة بتحب الاسراب بشكل رهيب، انت بتتكلم ان هي بيقولوا مش اقل من 10 مثلا وانت طالع، والدراسة قالت 15 بصراحة. يعني بتقعد مع الجمبري، بتقعد مع اي حاجة بقى. بس ما شاء الله العدد جوه رهيب ما شاء الله لا قوة الا بالله. فسمكة جوكر قوي، يعني تتراد جابيز بتاع، ما تجيش ناحية اي حاجة، وميزتها ان هي بتاكل اكل المتبقي تحت الجرش كمان، فمفيدة قوي. الاتنين ب 40، 40 دي واحدة وعليها واحدة، يعني 21 جنيه. اكس راي تترا، اكس راي سموها كده لان هي سمكة جسمها شفاف، ظهرها بيبقى باين، مع زعانف اصفر او جولدن في اسود، فشكلها بيبقى حلو وفي نفس الوقت شفافه، بتبقى حاجه مميزه قوي يعني زي ما انت شايف كده سبحان الله. ب 50 واحده عليها واحده، من الحاجات برضو بتعمل سكول، محتاجه عدد يعني، مش ما ينفعش 2 أو 3 كده. المنظر ده سبحان الله، دي كلومبيان تترا. كلومبيان تترا كانوا عاملين دوريه حوالين الهوا ده، عملت سير بشكله حلو قوي، تكبر عن كده شوية، من السمك اللي بيكبر، من التترات اللي بتكبر شوية، ممكن تبقى توصل كده مثلا، ممكن تبقى أكبر شوية. دول حجمهم صغير لسه، بيبقى لونها سيلفر أو جسمها سيلفر، وزعانفها حمراء اللي ورا، وزعانف البطن من تحت برضو بتبقى لونها أحمر. 75 واحدة وعليها واحدة. بينو بلو لايت تترا، تتراية مميزة، والبينو ان الجين الرئيسي بتاع الصبغة بتاعت اللون مش موجود، فاللون عينيها احمر كمان،
شكلها حلو ما شاء الله يعني، وبقى فيها لون فسفوري كده بيلمع برضو، وجسمها باين، فلطيفة. من لسه هي لسه اصلا ده الكيس لسه نازل صح؟ ودي اول مرة. 75 الاثنين. مسكيتو راسبورا من السمك اللي بيقعد مع الجمبري عادي يعني، سمكة صغيرة جدا. يعني مهما انا اقول لك هي عقله حاجه كده، هي اصلا طبيعه السمكه دي صغيره قوي، تكبر حاجه عن كده حاجات بسيطه، تقعد مع الجمبري عادي، مسالمه جدا. ب 75 جنيه السمكتين. فين ريمبو من اجمل اسماك عائله الريمبو، بتفرش بشكلها حلو قوي زي الفراشه كده لما تكبر شويه وتقدم، وكمان فيهم حاجات باين قوي، الذكر من الانثى، الذكر اهو اللي بيحاول يفرش ده بيبقى زعانفه طويله، والانثى تبقى حجمها كبير وزعانفها اصغر. سمكه مسالمه يعني، مش بتاعت سكول قوي، ممكن تاخد منها اتنين عادي يعني. في ذكر وانت محمود بيقول لي الله 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 الله، اهو ذكر اهو اللي جالنا ده بيشتمنا. بتعملوا ايه؟ مين بيصور عارف؟ والفيميل كانت كان بيجري وراها. ايش؟ ب 100 واحدة وعليها واحدة. نوز تترا أحلى سمكة بتعمل سكول في الدنيا، وش أحمر بقى وزعانف أبيض وأسود، طبعا مش باين أي حاجة، ده إحنا جينا يوم الرسالة والحاجة لسه نازلة برضو، فلسه ما مسكتش لون. الاتنين ب 75؟ الاتنين ب 75 جنيه، وده سعر حلو فيها يعني مش وحش. باستجراما أجاسيزي دبل ريد لسه نازل من كيس الرسالة. سيدي الهاوي لا تحكم من النظرة الأولى، برضه هناخد منه ده يعني، ساعتها بقى انتوا تحكموا بقى على الحاجات الحلوة إن شاء الله. ماشي ب 300 واحدة عليها واحدة، يعني الجزء ب 300 جنيه، وأتمنى من الناس تجرب تفرخها يعني، يعني الموضوع ما مش صعب خالص في قصة الأبستجرامة دي كمان. هو بقى إيه، نختم الفيديو بالوحوش دي، الله اكبر يعني اه تلات ارباع مثلا، بس انا ما بفهمش في الديسكاس، بس دي عجباني. يلو ايه؟ كريستال. يلو كريستال؟ دي جولدن البينو بعين حمراء. دي جولدن البينو بعين حمراء ايه؟ ودي برضو؟ اه دي عين حمراء. دي برو دايموند وحاجات كده ايه؟ ما شاء الله برضو احكامهم اهي. كانت في كام بقى؟ 3.5 والواحدة معلهاش واحدة. 3.5 واكيد الواحدة معلهاش واحدة. زي الفل. النوز البينو شورت ولونج. بنتكلم الشورت من 150؟ من 150 ل 250 تبع الحجم. واللونج من 250 ل 350. واللونج من 250 ل 350. دي واحدة شورت على اليمين وواحدة لونج على الشمال. ودي طبعا لونج كبير، شورت كبيرة. ودي لونج كبيرة. وده الحجم بتاعهم. عشان ايه كله يبقى فاهم. كورة صغيرة مسالمة، بتقعد مع الجمبري، بتقعد مع كل حاجة، بس هي التشالنج اللي معاها الأكل بتاعها. تحب أكل فيه يعني نسبة حشرات، يعني مش عارف أشرحها لك إزاي. بس في أكل بقى مخصص بيدي نتائج حلوة جدا معاه. ده مخصص ليها كمان. 75 الاثنين صح؟ تمام. ما شاء الله المعرض فيه اسماك تانية كتير يعني، ريد جويل وانجيلات وحاجات كتيرة. احنا صورنا اللي جه في الرسالة بس تقريبا، والمعرض متنوع يعني زي ما انتم شايفين. ده صف ما شاء الله، الله اكبر. وده الصف الثاني. ما كل انواع اللي تتخيلها تقريبا موجوده، وفي فوق في الصندره في احواض، وكنا لسه راجعين من المخزن. اسيبكم بقى عشان اشوف انا هاخد ايه، نعمل عليه حلقات ان شاء الله ونصوره ونجرب بقى معاه، وربنا كريم. طبعا بنشكر عم محمد حلمي على الرساله الحلوه دي وعلى استضافته لينا، واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. عايزين سلام على محمود. سلام يا حاج محمود.
لو انت عاجبك المحتوى تقدر تعمل سبسكرايب او اشتراك للقناة، لو انت عاجبك الفيديو تقدر تعمل لايك، وتقدر تعمل مشاركة لاصحابك المهتمين بالهاير ريت. ما تنساش تفعل الجرس. اشوفكم على خير ان شاء الله الحلقة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.